اللي بيلعب يا ولد من الموس. اسمح لي اسمح لي اسمح لي بس كلمة مهمة جدا. بس خلاص بعد ما لما اتكلم الهيئة والدولة يعني لم تنتظر، هي وضعت رؤساء الأندية، انتقتهم نقاء ووضعتهم، والرؤساء الفاعلين ابقتهم وما انتظرت ان الرئيس يتواصل او الرئيس يطلب. هي رئيس معالي رئيس الهيئه عامل ورشه محل. عمل في سويسرا وبيستدعيهم. بس ليش احنا في هالمرحله هذه قاعدين احنا ننتظر بس ان رئيس النادي يلعب؟ ما في مجال الان جاره. الان منتقين نقاء ورؤساء الانديه والفاعلين مستمرين، وفي ورشة عمل في سويسرا، رئيس أحد موجود، رئيس الوحدة موجود، رئيس الاتحاد موجود، رئيس الهلال موجود، ورؤساء آخرين صحيح. بالإضافة إلى وكلاء الأعمال العالميين المدربين ونائب رئيس الشباب. ما في إنه ننتظر إنه الرئيس يعمل جسر ولا الرئيس يتواصل، لا. طيب ورشة عمل بحضور أقوداء بس في معلومة ومتطلبات وتحط أوراقك وبعدين في وكلاء وهذه الأسماء. حتى سامي عندما المدرب ما اختار مباشرة، يعني عرض عليه 5-6 مدربين طيب وراح تفاوض معاهم، عرفنا انه سافر وتفاوض وجلس معاهم وبعدين في النهايه اختار هذا المدرب صحيح. دفع الى ذلك ولم يتواصل والهيئه خلت على راحته بالضبط. لا 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 في نقطه دقيقه الموضوع اللي يصور الان ابو صهيب وكان الهيئه هي التي يعني تجمع الجميع على الطاوله وخذ انت وخذ انت، هذا معناته بكره حيطرح لك مشاهد يقول اخو ليش 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 جبت 100 مليون للهلال وما جبت لي انا في النصر؟ لا 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 ما كذا، لا مو كذا، لا 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 ما كذا العمليه، لا 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 انا قاعد اكلمك اذا سمحت عندي مادتين ابغى اعرضها ولازم اقفل هذا الموضوع، تبوني اروح اقفلها وخلاص اروح الموضوع؟ خلينا نقفل. اخليكم دول لحظه شوي لو سمحتوا، ابى اخليكم تقولون وجهه نظركم في 5 دقائق في هذا الموضوع، 5 لما نقفله لو سمحتوا. الله يخليكم وزع الخمس تفضل طارق. شوف